طب نكمل. قلنا البروبرتي بتبقى عباره عن اتنين ميثود، خلاص هي عباره عن اتنين ايه؟ اتنين ميثود، يعني اجراءين او اتنين من الكود. واحد فيهم بيقوم بوظيفه انه ياخد منك البيانات، واحده اجراء من الاجراءات وظيفته انه ياخد منك بيانات، ودي بنسميها سيت. دي بنسميها ايه؟ سيت. والوظيفه بتاعت الميثود الثانيه ان هي تديك البيانات، تديك الايه؟ البيانات، ودي بنسميها جيت. دي بنسميها ايه؟ بنسميها جيت. عندك هتلاقي مثلا لغات زي السي شارب وكده هو بيعمل حاجه اسمها بروبرتي بيحط جواها سيت وجيت. اما السي شارب قصدي السي بلس بلس الجافا مش عارف ايه اللغات اللي بنسميها دي، يقول لك لا ما عندنا ميثود، خلاص اعمل انت الميثود اولها كلمه سيت وخد بيانات، واعمل الميثود هي اولها كلمه جيت وخليها ترجع بيانات، ما انتش محتاج. وجهه نظرهم كده وانا مع وجهه النظر دي. المهم هيبقى البروبرتي ممبر اوف كلاس. ممبر على فكره يعني احنا بنيجي بنتكلم على كلمه ممبر دي عشان يعني بنستخدمها كتير. احنا قلنا ان الكلاس عباره عن ايه؟ حاجات هي اصلا هو مش حاجه، هو بيكون جواه مجموعه من الفيلدز او المتغيرات يعني والميثودز ومش عارف ايه، كلها دي المكونات بتاعته. لما اجي اقول ان الكلاس ده جواه فاريبل او فيلد يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ممبر اوف كلاس، يعني حاجه من الحاجات اللي بتتحط جوه جوه الكلاس. لما اجي اتكلم عن الميثود، الميثود في حد ذاته عباره عن ايه؟ عن ممبر اوف كلاس، خلاص كده شيء برضه من الحاجات اللي بتتحط في الكلاس. الايفنت في حد ذاته برضه كذلك ممبر اوف كلاس. كذلك البروبرتي هي ممبرز اوف ايه؟ اوف كلاس. ذات بروفايد يعني بيديك افليكسبل ايه ميكانيزم، يعني بيديك طريقه مرنه تريد عشان تعرف تقرا الحاجه بتاعتك وتكتب الحاجه بتاعتك. لان انت هو يقصد هنا بالكتابه انك بتحط بيانات اللي هي السيت، ويقصد هنا بالقراءه انك بتجيب بيانات اللي هي يقصد بيها الايه؟ الجيت. اور كومبيوت ذا فاليوز اوف برايفت فيلدز، او تحسب فيها حاجه معينه وترجع لك قيمتها، ما هي معناها تقرا برضو. خلاص يعني عايز اقول لك هي مش مجرد قرايه قرايه فقط، لا انت ممكن تكون بتعمل مثلا عندك تاريخ الميلاد وعندك بروبرتي اسمها الايدج، عندك بروبرتي اسمها الايه؟ الايدج، خلاص العمر. هي لما تيجي تقرا منها الايدج هي بتاخد تاريخ الميلاد وتاخد تاريخ النهارده وتترحم ومش عارف ايه وتجيب لك الايه؟ العمر على طول، فهمنا ازاي؟ فتبقى دي اسمها بروبرتي برضه. مش عشان هي عملت عمليه ما يبقاش بروبرتي، لا لا البروبرتي ممكن تعمل عمليه جواها، بس هي في الاساس بتبقى مرتبطه بايه؟ مقترنه حاجتين مع بعض، ان في حاجه معينه قيمه معينه بتعملها ست او بتعملها ايه؟ جد. خلاص كده؟ بيقول لي البروبرتيز ديت ار فيود اور اكسسد باي حاجه اسمها اكسسوري. يعني عشان تقدر توصل لها البروبرتيز توصل لها من حاجه اسمها نخلي حاجه اسمها ايه؟ اكسسور ميثود. يعني هو بيتكلم ان احنا دلوقتي عندنا الاكسسور ميثود هنا بالنسبه لنا في السيشارب ما فيش فيه اي مشكله، بتكتب اسم الكلاس اسم الاوبجكت بتاعك دوت اسم البروبرتي بتساوي كذا وتحط القيم وخلاص. دي يعني هنشوفها في الاكواد اكتر. هو بيتكلم عن الاكسسور ده ازاي بتقدر توصل لقيمه الست او قيمه الايه؟ الجيت. يعني امتى هو بيحدد ان دي ست ولا بيحدد ان دي جيت، بيحددها ازاي؟ طريقه الوصول دي. هو بيتكلم عن حاجه اسمها اكسسور، دي هنشوفها واحنا ايه اقول لك ده الاكسسور بتاعه بتاكسسه كده يعني توصل له بالشكل ده، توصل له بالايه؟ بالشكل ده. طيب على فكره احنا اتكلمنا على مفهوم كتير جدا، ما تفتكروش ان احنا اتكلمنا عليه كده على السريع دوت حاجات قليله، مضطر ان هي حاجات كتير يعني. بس لما نبدا نجربها دلوقتي قدام عينيها تثبت اكتر في دماغنا. طيب فبيتكلم على الاوبجكتس تاني، بس هنا بيتكلم على الاوبجكت والكلاس من ناحيه الريليشن شيب اللي بينهم، اللي هي العلاقه اللي بينهم، او زي ما احنا بنسميها الاسوشيشن اللي ما بينهم، الربط اللي بيحصل ما بين او عمليه العلاقه ما بين الاوبجكت والكلاس. ايه الكلاس وايه الاوبجكت؟ احنا فاهمينها طبعا، احنا اتكلمنا عنها. تعال بص نقول هو كاتب ايه. قال لك الاوبجكتس ار انستنس اوف ا جيفن داتا تايب. انستنس احنا قلناها، حتى كنت من ساعات بقول لكم انستنس او اقول لكم اوبجكت الاثنين معناه واحد، لكن هو عايز يقول لك ايه؟ انت لو جيت ترجمت كلمه انستنس هتلاقي ايه؟ تمثيل. يعني يمثل شيء، مش تمثيل اللي هو واو دوت بتاع التلفزيون. خلاص لا تمثيل يعني بي كده. فاهمني؟ الحاجات دي بتتحس ما بتتفهم. يقصد بقى ايه؟ ان الكلاس في حد ذاته، لما عملنا كلاس اسمه ستودنت، انا اتكلم على ستودنت كتير، الكلاس بتاع الستودنت في حد ذاته هو هنا عباره عن نسخه شخبطه كده، اكنك كاتب ورقه وكتبت كل الحاجات المفروض تحصل، بس في الحقيقه هي مش ما تمش تنفيذها او ما تمش تمثيلها. انت في حد ذاتك يعتبر تمثيل للايه؟ اللي هو الاساسيات اللي مكتوبه دي. انت كشخص يعتبر
تمثيل للكلاس اللي اسمه ستيوديت، ممكن تكون تمثيل للكلاس اللي اسمه هيومن مثلا او الانسان، ممكن تكون تمثيل للكلاس اللي اسمه مثلا دكتور. لا لا اسمه لا ما ينفعش. ليه؟ ان الكلاس اللي اسمه دكتور مثلا في مواصفات معينه غير موجوده عندك بالمره في الازاي، فما اقدرش ان انا ايه اطبقك عليه عشان مجرد انسان. لا ما ينفعش. فهمت الفكره؟ طيب هو التمثيل لايه؟ اجيب الداتا تايب. داتا تايب يقصد بيها كلاس عادي جدا، نوع بيانات يعني، لان يعني الكلاس في حد ذاته يعتبر بقى نوع، بقى نوع من انواع. الداتا تايب بروفايدز ا بلو برنت. الداتا تايب اللي هو نوع البيانات اللي يقصد بيه كلاس برضه بيديك بلو برنت فور ذا اوبجكتس، يعني بيوريك النسخه اللي هي المكتوب فيها كل المواصفات الخاصه بالايه؟ بالاوبجكت اللي هو ذات از كرييتد، اللي هو هيتعمل او انيشيتد، اللي هيتجهز او يبقى على التشغيل او جاهز على التشغيل. انيشيتد يعني جاهز على الايه؟ على التشغيل. وين ذا ابلكيشن از اكزكيوتد، يعني لما تيجي تطبق البرنامج بيبقى هو جاهز على الايه؟ على التشغيل. فعايز يقول لك الاوبجكت هو الجاهز على التشغيل. ماشي. نيو داتا تايبز ار ديفايننج يوزنج كلاسز. فبقول لك كلمه داتا تايب ما تستغربلهاش قوي، انت كل ما تعمل كلاس انت اكنك عملت داتا تايب جديد، عملت نوع بيانات جديد. كل ما تعمل كلاس يبقى انت اكنك عملت نوع بيانات ايه؟ جديد. زي السترنج، السترنج في حد ذاته كلاس، احنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده. خلاص الكلاس ده كلاس في حد ذاته عشان عمل هو ككلاس فخلاص يعتبر نوع بيانات جديد. ما اقول ستيرنت اس، اس ده اوبجكت اه، بس كلمه ستيرنت دي كلاس، زي ما كنت بقول انت اكس، صح كده ولا؟ طيب بقول لك الكلاسز فور، شكل الكلاسز the building blocks of C sharp application، زيها زي اي حاجه بتتبني بدايتها ببلوك، قوس البلوك وقفلتها بقوس الايه؟ البلوك. containing code and data. كلام فاضي بصراحه. C sharp application will all contain at least one class. فبيقول لي ان C sharp في اساسها عشان اي application بتاع C sharp في الاساس لازم يكون يحتوي، لازم يكون يحتوي على الاقل على كلاس واحد، لما ما يقومش. بنتكلم بقى على مفهوم السي شارب ذات نفسها، وكذلك مفهوم الجافا مثلا. ما ينفعش اي ابلكيشن يقوم غير لما يكون في على الاقل كلاس هو عامله لك عشان انت تبدا فيه اللي هو الستارت بتاعك. خلاص؟ هو بيتكلم ان هو ان ده مكون اساسي، من غيره اصلا مفيش حاجه اسمها ابلكيشنز اساسا. مفيش حاجه اسمها ابلكيشنز اساسا. خلاص؟ اما بنواجه بقى المقارنه ما بين الاوبجكت والكلاس كمقارنه، فبيتكلم بيقول الاوبجكت في حد ذاته بلونجز تو ا كلاس، بيتبع كلاس معين خلاص او تابع لكلاس معين، وهو برضه از ان انستنس اوف ذات كلاس، هو عباره عن التمثيل للكلاس دوت. ذا كلاس از ذا بلو برنت اوف اوبجكت. طبعا هو بيتكلم طبعا نظري هنا وعاد نفس المفاهيم اللي احنا بنايه بنتكلم فيها، اند فاينز ذا فيلدز اند ميثودز، وبيتكلم على كلاس ان هو بيتعرف جوه مجموعه من الفيلدز، فيلدز يعني متغيرات، اند الميثودز اللي هي الاجراءات اللي احنا اتكلمنا عليها. ماشي. بيتكلم بقى على الاوبجكت هنا بقى، دي حته مهمه جدا تاخد بالك منها في حاجه. بيقول الاوبجكت اكزيست، بيتواجد during the time that a program executes، يعني خلال الوقت اللي فيه البرنامج بيبقى شغال، لكن الاوبجكت في حد ذاته لا يوجد ولا ليه اي شكل ولا ليه اي تنفيذ خالص الا لما البرنامج بيبدا يشتغل، لان هو نسخه تنفيذيه من الكلاس. الكلام كله مكتوب في الكلاس، لكن الاوبجكت في حد ذاته ما بيقدرش يظهر ولا يتواجد الا لما يبدا يحصل له ايه؟ في وقت تنفيذ البرنامج فقط. وبيقول لك ان هو ماست بي اكسبليسيتلي ديكلير، يعني لازم يتم تعريفه يدوي بايديك، انت تكتب بايديك وتعرف تعرف اوبجكت من الكلاس. ماشي. بيتكلم على الكلاس هنا، بيقول لك الكلاس كان نوت بي تشينجد ديورينج البروجرام اكزكيوشن. بيقول لك خد بالك من مفهوم كويس جدا، الكلاس في حد ذاته اثناء التنفيذ ما اقدرش اغير محتوياته او عمله. الكلاس في حد ذاته ما ينفعش يتغير محتوياته او عمله اثناء الايه؟ ده استحاله. الاوبجكت ممكن، يعني ممكن يكون اوبجكت بيعمل حاجه معينه وكمان شويه يخليه يعمل حاجه ايه؟ مغايره او مخالفه. خلاص؟ لكن الكلاس لا، طالما هو اتكتب واتاسس، لان هو النسخه اصلا الاساسيه اللي بنقص فيها كل حاجه، خلاص هو مش هيقدر يتغير. يعني ما حدش يتخيل ان هو ممكن جوه كلاس الكلاس كمان شويه مع البرنامج لقيت الكلاس اتغير، لا مش هيحصل. الاوبجكت يتغير اه، لكن الكلاس الاوبجكت يتغير واسلوبه يتغير ماشي، لكن الكلاس ما يقدرش يغير ايه؟ اسلوب عمله خالص. بيتكلم على الكلاسز، بيقول لك ان الكلاسز دي هاف فيلدز، مجموعه من المتغيرات، ذا كان تشينج ان ذا فاليو، يعني يقدر تغير قيمها اه. يعني مثلا النيم ده كان متغير، اقدر اغير قيمته اخليها احمد مره اخليها علي، لكن هو ذات نفسه النيم هيفضل نيم. خلاص؟
عندي ميثود ذات كان اكزكيوتد ديورينج بروجرام اكزكيوشن والايه الميثود اللي بتبدا تشتغل اثناء التنفيذ ده كلاس مش عارف ايه ماشي مش اي حاجه مفيده ماشي كويس قوي بقى في العمل اقول له بس لغايه هنا اقف انت بقى شكرا افتح بقى الفيجوال ستوديو ولا نخلي